تتمتع وجبة الإفطار المتأخر المعروفة باسم البرانش بتاريخ طويل وممتع، حيث نشأت في إنجلترا في القرن 19 كوجبة بعد خدمات الكنيسة الممتدة، وانتقلت في النهاية إلى وجبة فخمة متعددة الأطباق. أصبحت وجبة البرانش منتشرة في كل مكان وذات شعبية كبيرة، وفي العديد من المدن العالمية يمكن أن تكلف موائد البرانش المفتوحة مئات الدولارات. الهدف الأساسي من البرانش هو التواصل والاحتفال والتجمع مع الأصدقاء والعائلة. أحد أسباب استمرار ارتفاع شعبية هذه الوجبات هو وقت التقديم، حيث يتم تقديمها بعد انتهاء ساعات الإفطار التقليدية، وهو ما يسمح للمطاعم بملء المقاعد في فترة الهدوء قبل وقت الغداء. عدم وجود قاعدة للأطباق الخاصة بهذه الوجبة سمح للمؤسسات الغذائية بإنشاء عروضها الفريدة وعرض الأطباق التي تحقق أكبر ربح. وبحسب خبراء التغذية، فإن تناول هذه الوجبة تحسن من عمل الجهاز الهضمي ويساهم في حرق الدهون في الجسم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.